الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا في الأسواق المحلية في بغداد وأربيل ليكون 162 ألف دينار مقابل كل 100 دولار. وقال مصدر مالي إن سعر بيع الدولار في مكاتب الصرافة ببغداد بلغ اليوم 162,750 دينارا لكل 100 دولار، مضيفا أن سعر البيع بلغ 160,750 دينارا لكل 100 دولار. وكانت أسعار بيع الدولار قد بلغت مساء أمس في الأسواق المحلية ببغداد 163,000 دينار لكل 100 دولار، والشراء 161,000 لكل 100 دولار. حدد خبراء اقتصاديون في الشؤون المالية والمصرفية الأسباب المؤدية إلى اتساع ظاهرة بطاقات الدفع الإلكتروني غير المرخصة في العراق. وقال الخبراء إن أسباب عدة تقف وراء اتساع ظاهرة بطاقات الدفع الإلكتروني غير المرخصة في العراق، أهمها هو تهريب الدولار من خلال محاولة التحايل على الإجراءات والضوابط التي وضعها البنك المركزي، مضيفين أن الأمر بات ملموسا خاصة مع عمليات الضبط المتكررة في المطارات والمنافذ الحدودية للبطاقات أثناء محاولة تهريبها. استقرت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط مع ارتفاع أسعار النفط عالميا، وسجلت أسعار خام البصرة الثقيل أو 86 دولارا للبرميل، وكما استقرت أيضا أسعار خام البصرة المتوسط حيث سجلت 89 دولارا و20 سنتا. هذا وارتفعت أسعار النفط العالمية بعد انخفاضها أكثر من 3% في الجلسة السابقة، اضطغط المخاوف حيال الإمدادات التي أثارها الصراع في الشرق الأوسط على بيانات صينية ضعيفة. ارتفع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء في مصر مرة أخرى بعد أن تراجع إلى مستوى 45 جنيها، حيث تحرك السعر مساء أمس بين 46 و47 جنيها. هذا وتعاني مصر من نقص مستمر في العملة الأجنبية على مدى عامين، حيث تحافظ على تثبيت قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ شهر آذار الماضي على الرغم من اتساع الفجوة بينه وبين سعر السوق السوداء. وبدأت الأزمة في الربع الأول من العام الماضي بعدما شهدت مصر خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ. توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من عام 2023، محذراً من أن يدفع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير. ورأى البنك الدولي أن هناك سيناريوهات للمخاطر، أولها الاضطراب البسيط الذي يمكن أن يتأثر فيه إنتاج النفط بما يتراوح بين 500 ألف ومليوني برميل يوميا كما حدث خلال الحرب في ليبيا عام 2011، على أن يصل سعر البرميل بين 93 و100 دولارين. ورجح البنك أن يكون الانخفاض في السيناريو الثاني الاضطراب المتوسط ويتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين برميل يوميا، ليدفع الأسعار للارتفاع ما بين 109 إلى 121 دولارا للبرميل. وقبل الختام، تذكير بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.